يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول في من يمنع دخول الأطفال دون سن السابعة للمسجد بدعوى أنهم يشوشون على المصلين، وكيف نجمع بين ذلك وبين الأحاديث المروية في الحسن والحسين أنهم كانوا يدخلون إلى المسجد ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانوا يؤذون المصلين فيمنعون، أو يسيئون إلى المسجد ويلعبون ويصرخون فيمنعون، يمنع الأذى، لا ضرر ولا ضرار. هل الحسن والحسين يلعبون بالمسجد ويصرخون ويؤذون المصلين؟ لا، إنما جاءوا لجدهم صلى الله عليه وسلم، فما حصل منهم أذى. نعم.